بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية من أرضية ميدان عاصمة الميادين، ميدان الوثبة. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الأول لسن الحجايق، 3 كيلومتر مسافتنا المقررة، ومن انطلاقة شارة سيدي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في يومنا هذا على أرضية هذا الميدان في يوم السبت، مشاهدينا الكرام، الموافق 12 من شهر أغسطس لعام 2023 للميلاد. ينطلق بحفظ من الله ورعاية الشوط الأبكار. شكرا لسيدي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. مقدمة الشوطة مباشرة نجد عناوين من تاتي مع الصدارة، صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا عناوين مع مقدمة الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز اللي في المركز الثاني من تتقدم في هذه اللحظات، وتنطلق مباشرة النجلة، خالد بن حمد بن راشد النعيمي من يقدم لنا هذا الاسم. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود إلى المركز الثالث، اللي في المركز الثالث تنطلق مباشرة في هذه اللحظات، تغير من مركز إلى مركز، احتلت مع المركز الثاني. من تأتي في هذه اللحظات أرى اللي هي سلهودة، مطر بن محمد بن سعيد المنصوري من يقدم لنا سلهودة، مربع ذهبي من الأبكار الحجايق. المركز الثالث تنطلق مباشرة أرى اللي هي منحاف، عبد الله بن حمد بالعود الرميزي من يقدم لنا منحاف. رابعي المراكز نتأخر ونشوف اللي في المركز الرابع من الجانب الآخر، تنطلق مباشرة في هذه اللحظات. يا سلام القادمة والواصلة مشاهدي الكرام، نهب فلاح بن علي بن مصلح الأحبابي، ومن الجانب الآخر بحور مفتاح بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. الشوط الأول، الشوط الأول الرئيسي طعمه غير في هذا الصباح في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة. لمن يترى هذا الشوط؟ ما زالت عناوين هي عنوان لدرس هذا الشوط، هي عنوان الدرس في هذا الصباح مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي يبي السلام لأهل السلطنة في هذا الصباح. المركز الثاني حذاري من الثاني اللي قادمة بكل قوة، قادمة هناك نهب فلاح بن علي بن مصلح الأحبابي، وتنطلق بحور، بحور عميقة بالفعل، مفتاح بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي من يقدم لنا بحور. المركز الرابع، أول نداء، أول نداء مشاهدين الكرام، سمحة حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، ومن الجانب الآخر تتحرك هناك بحور. بدأ الشوط بالإقلاع، بدأ الشوط مع الكيلو الأخير، دخلنا أجواء الكيلو الأخير، دخلنا أجواء الكيلو الأخير، ما بعد كيلو إلا ناموس. ولكن مقدمة الشوط عناوين ما زالت هي المسطرة بعنوان درس هذا الشوط. بدأت تشن الغارة، بدأ الوهيبي يغادر، بدأ يعلن حضوره في هذا الصباح. يبي لأهالي السلطنة، يبي لأهالي السلطنة، عودهم. ولكن حذاري من بن حمودة قادم، وهناك أيضا بن مفتاح الشامسي مع المركز الثاني. الشوط إلى وين؟ الشوط الأول طعمه غير. الشوط الأول هناك مشاهدينا الكرام عناوين، عناوين في مقدمة الشوط. بحور تتقدم وتأتي مشاهدينا الكرام، اللي هي نهب، نهب مع المركز الثالث. ولكن عنوان لهذا الدرس، عنوان لهذا الشوط هناك باسم صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي. الوهيبي، الوهيبي إذا حضر هذا فعاله. هنا مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول تحمل الرقم 1، تنطلق إلى البداية إلى خط النهاية. سلوب عناوين سلام، صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي معلن هذا الحضور في هذا الصباح.
إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لملكها عناوين صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي. لحظة الوصول والفوز والانتصار بهذا الشوط. هناك مشاهدين الكرام المركز الثاني، من أتت مشاهدين الكرام ثاني المراكز اللي بحور مفتاح بن مطرب بن علي بن مفتاح الشامسي. المركز الثالث نهب فلاح بن علي بن مصلح الأحبابي. 4:30 54 جز من الثانية. هنا مشاهدين الكرام تهانينا والناموس.